بث شباب كربلاء على جدرانها همومهم فأبدعت رياشهم رسما يحاكي الواقع. فعلى جدران نفق العباس ومن خلال تبرعات الأهالي وثقوا أحداث التظاهرات ومطالبها في محاولة منهم لنقل صورة جميلة حول سلمية تظاهراتهم ومظهرها الحضاري، باعتبار المحافظة رمزا لكل الحركات الداعية للحرية، فهي مدينة الإمام الحسين عليه السلام. ندعو للسلمية بهذا العمل. باشرنا بالعمل بداية من بداية النفق من كلا الجهتين. تم توزيع الجدران، خصصنا أماكن لكل رسام، خصصنا له مكان ورسمة محددة، وأيضا وفرنا له كل الاحتياجات. مديرية مرور كربلاء ساهمت بتوفير الحماية وتأمين الطريق، إضافة لمديرية شرطة كربلاء وفرت لنا القانونيات، المسائل القانونية حلتها وانطتنا الموافقات الكاملة والحمد لله، إضافة لمساهمة كبيرة جدا من مديرية بلدية كربلاء. المتطوعون من الشباب أكدوا أن جميع رسوماتهم تؤكد على سلمية التظاهرات التي خرجت مطالبة بالإصلاح. مجموعة من الرسومات احنا قاعد نأديها حاليا وين بالنفق صاير هذه الرسومات. هاي الرسومات عبارة احنا عن فريق تطوعي تجمعنا ما طول صارت، هي مجموعة من الجامعات ومن طلاب الإعدادية وغير شيء، بما انه ماكو دوام قلنا على ويش نسوي شيء نخلي كربلاء الأفضل. هاي بديناها من المدخل، ان شاء الله نكمل هذا النفق، اكو اعمال ان شاء الله اخرى قادمه. اول شيء راح نكمل هذا النفق، وهاي الرسومات كل رسمه تدل على شغله بتاريخ العراق. ما نقوم به هو رسم، والرسم فن، وبالتالي الفن رساله. من خلال عملنا انه نوصل رساله للعالم انه ثورتنا ثوره سلميه، ولمن وردا لمن قال انتم مخربون، نحن نحيي ثوره سلميه. وتبقى الرسومات التي ابدعتها ريش الشباب تحاكي الشارع الكربلائي وتتواصل معه مثل صرخة مكبوتة تجعل الجدران والأرصفة تنطق بما عجزت عنه الألسن.